قلبي مثل حرق الجمر، غلطتي خليت في ايد الامر، استغلطي بي وكسر قلبي كسر، غلطتي سجل دش علي البالطة. مبروك يا بني.
لحظة رجاء ابي اخذ صورة بتليفوني سيلفي. ها يلا هاي لما ولما ولما تعال يوم. ايوه يما مو مبينة. واحد اثنين ثلاثة. بخير انت بخير؟ الحمد لله. قاعد تسمعين شيء؟ شوالنا حسين موجود مالي خلق اليوم كلش.
الو. هلا حسين. هلا تعاني. ايش فيك؟ لا لا ما فيني شيء، ما في شيء. انا شوي وراد البيت، تبين شيء؟ لا ما بي شيء. بس يعني شفتك تأخرت، قلت اتصل. باي. يحفسون الله يحفسهم. انا عبالي ماس كهربائي، ما ظنيت انها قنبله. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس يبا الحمد لله انها قنبله صوتيه مثل ما قال الضابط. وترى الحمد لله هم بعد انه ماكو اي ضحايا الاصابات اللي صارت بسبب تدافع الناس اللي خايفين. انا مصدوم يا ولدي، يعني احنا ناس بحالنا ليش يصير كل هذا؟ والله ما ادري يبا، بس شو تقول، عيال الحرام وايد. انا بس خل ادق على اسرار اشوف شو قوش صار على ريلها. يبا إيه. يلا بالمرة بعد خلي اشوف عمتك وزوجتك. يلا يبا يلا يبا يلا مشينا. الو. هلا عبد الله. لا مسكينة داخل عند الدكتور وتمزق ومحتاجة جبس مسكين، الله يعينه. لا 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 ما له داعي، هي خليك عند أمي هناك وعند بها وايد أحسن. إن شاء الله ما تتأخر. أوكي عبد الله، باي باي. السلام. كلش مو وقته، رقم غريب. الو. الو منو معي؟ ان شاء الله المفاجأة والهدية بعد الزواج قد المقام يا استاذة اسرار. انت منو؟ وين مفاجأة؟ ما لومك، فقدت الذاكرة الظاهر. أنت السبب؟ يا أكيد أنا، أكيد الانفجار أقصد يا أستاذة، الانفجار اللي صار عندكم اليوم هذا تبري بداية بسيطة، تهديد بسيط، واللي جاي بيكون أكبر وأكبر وأكبر يا أستاذة أسرار. يلا خلاص اختي، ركبنا لها الجبس والحين تقدر تطلع. انتي معاي؟ سموحة دكتور، كنت لاهي بالتليفون، عفوا شنو قلت؟ قلت الحمد لله ركبنا لها الجبس والحين تقدر تطلع، ما تشوفون شهر سلامات، بس وانتي طالعة من الصيدلية. شكرا. شكرا دكتور. شواقة حبيبتي، شلونك الحين؟ إن شاء الله تكونين أحسن. أبوي، عمتي، عبد الله وما فيهم شيء؟ ما فيهم إلا العافية، كلهم بخير، كل المعازيم اللي هو العرس بخير الحمد لله. ليش صار شيء؟ شواق شلحكي؟
شواقي حبيبتي، اللي صار قضاء الله وقدره. قولي الحمد لله، الحمد لله انه ما صار فينا احنا ولا شيء. بس يا حبيبتي لا تبكي، خلاص. بعدين شد لا ما فيك الا العافيه صح؟ لا عاد يا جماعة، ذكرى والله ذكرى والله. أهم شيء إن إحنا ما فينا إلا العافية. يا يما لا تلومها، اللي صار مو شوية، اللي صار هذا بيوم عرسي. الحين أنا شنو أقول حق رفيجاتي؟ شنو أقول حق الناس؟ عبد الله يبغى أخذ مرتك داخل، خليها ترتاح. يلا قوم. يا بدرية قري الله، قولي الحمد لله احنا كلنا بخير. جاسم هو السبب. شكو جاسم الحين؟ لا هو ارهابي ولا مجرم علشان يسوي كل هذا. لا لا، منه هو السبب. دائما كان يهددني ويقول لي لا قلب حياتي جحيم في جحيم، دائما يهددني. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الحلال خلي جاسم بحاله الحين، شكو فينا. لا إله إلا الله. هاي مشوك، أنت بخير؟ شوف عينك عمتي، أهم شيء ما حد تعور، ما حد في شيء. لا يبا كلنا بخير. بدرية أخذي شوك خليها ترتاح. يلا يبا يلا يلا. إصرار أفعليك ولا خالج؟ كنت أتوقعك أكبر وأقوى من كذي. خالي أنا مو هامني الانفجار، أنت تعرفني عدل. عيل شنو؟ تخيل إن اللي نفذ الانفجار داق علي. أنت من صدقك؟ إيه خالي من صدقي، داق علي وأنا بالمستشفى. انصدمت، لا رقم ولا شيء، داق علي من ما أدري رقم دولي. لا ويقول لي اسرار، للحين ما شفتي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا ما قالت الشبي شنو في راسه؟ ما ادري خالي ما ادري، افكاري مخي كل شيء واقف، لا اقدر احكم على احد ولا اقدر افكر بولا شيء. بس والله يا خالي اللي صار هذا ما راح يعدي على خير، ما راح يعدي على خير كلش. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. شلونك الحين؟ مرتاحة؟ شلون يعني مرتاحة؟ عبد الله أنا مو قادرة أنسى المنظر، مو قادرة أنسى اللي صار اليوم. أنت بتخيل إن هذا صار بيوم عرسي؟ يا بنت الحلال اهم شيء ان احنا بخير. شلون يعني احنا بخير؟ انت متخيل شنو صار اليوم؟ بغيت اموت. زين ليش عرسي انا؟ ليش عرسي انا بالذات؟ وين صارت هذه؟ قاعد اقول لك اهم شيء ان انت ما فيك الا العافيه، وبعدين الله يجازي اللي كان السبب. انا بعرف هو ايش مستفيد، شنو اللي بيني وبينه؟ عيال حرام وايد همهم يخربون وناسة غيرهم. بعدين انا اقول قومي انت الحين، صلي ركعتين واقراي قران وان شاء الله راح تهدين. إن شاء الله. زين خالي شلونه؟ زين؟ إيه دقيت عليه تمام، هو بخير الحمد لله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اللي قاعد يصير في الديرة؟ شو هالعنف؟ انفجار؟ صباح الخير. أي صباح الخير؟ الناس بتصلي لي معه، أنت تقول صباح الخير؟ شو أسوي أمس نمت متأخر وما كنت قاعد مع الشباب. ما دريت شو صاير في الديرة؟ خير، شو صاير؟ البارحة صار انفجار في عرس. معودة زين، عبالي عندك سالفة. حسين، أقول لك انفجار وتقول لي سالفة؟ لهالدرجة الموضوع بسيط؟ يبا أنا أدري من أمس، أمس أنا أدري بالموضوع، شفيك؟ وانت شو درك؟ أمس مو قاعد مع الربع؟ الديرة هاي الكبرها صار الانفجار وقاعد يسولفون وما أدري شنو، دريت، أنت اللي وينك؟ شو دراني؟ أنا نمت من وقت وما قعدت اليوم إلا الواتساب والإنستغرام وتويتر، كل الناس تتكلم عن هالموضوع. زين أنا خلق أم أروح أجهز حق الصلاة. حسين، إيش فيك متغير؟ صاير كلش؟ ما تحاجه؟ إيش فيك صاير غريب؟ ما غريب إلا الشيطان. أنت تعرفين من الشيطان. ردي بعرف إيش سالفتك يا حسين. حسبي الله عليهم، ما يبون الأمن بجيرتنا؟ إلا ناس مستانسين وفرحانين في العرس يسوون فيهم كذي؟ هذيلا ما يخافون الله؟ والله يما أنا حدي مصدومة من اللي صار. لا يكون هذا العرس اللي رحتي له؟ ها؟ لا يما شفيك الله يهديك، أنا كنت في عرس ثاني. بعدين أنت عارفة أمس خميس والديرة كلها عروس، بس اللي أنا عرفته ما كان في ضحايا. إي أشوى الحمد لله، الله يعينهم على ما بلاهم. أكيد اللي سمعته أنت؟ متأكد؟ أوف الله ستر. معود الله يبشرك بالخير. لا والله مو خبر، كلش خبر ما يصير. على العموم أشوفك عقب الصلاة إن شاء الله. إيه تالي خير خير إن شاء الله. مشكور ما قصرت، أمان الله. سمعت اللي صار؟ إيه سمعت، خبر ميسر لكن الله ستر. إي والله. زين عرفتوا عرس منو؟ إي عبد الله ولد منصور. عبد الله ولد منصور؟ ليكون منصور أخو بدرية؟ إي أهو، لكن الحمد لله ما صار لهم شيء. حسافة. يما شريفة بلغي إخوانك على صلاة اليوم على طوفهم. ها أنا سابقكم. حشا بدرية هذه قطب سبع أرواح تطلع لي في كل مكان؟ يما الله يهديك، شو هالحكي هذا؟ أقول بس سكتي. الله ألو ألم خالد. إيه هلا حبيبتي. الحمد لله. سمعت اللي صار؟ ايه هذا ولد اخو بدرية. تطمن موضوع عندي. يصدق انه لايعه كبدي وهو متعب، بس صدقني اقدر عليه. لا تحاتي، انت بس عطني شويه وقت وراح تشوف اللي سرك. يلا مع السلامه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين. منصور؟ أقول خطاك السوء اللي صار. خطاك اللاش. والله زين تهمك سلامتنا. لا يا منصور لا، مثل هالسوالف هذه لا. اترك المشاكل والخلافات اللي بيننا كلها نتركها على جنب. هذا وطن، أمن الوطن، الكل لازم يخاف على الوطن. على العموم الحمد لله على السلامة. عشوانا ما في يعني ضحايا ومشاكل ثانية، الحمد لله على كل حال. فيك الخير يا أبو حسين.
شو اخبار بدريه واسرار؟ يعني يهمك امرهم؟ يبا الله يهداك، اكيد يهم امرهم. ما عليه يا عبد الله ما عليه. الوالد ويا عمتك ما يتقبلون مني اي شيء. مو مشكله، على العموم سلموا على اسرار وعلى بدريه. لا يغرك جاسم يا عبد الله، تلاقيه الحين طاير من الفرحه. انا عارف زين ما تهم الا مصلحته. خلنا نمشي خلنا. مو بكيفكم حبيبتي، ماكو تكنسلون السفره، راح تسافرون وغصبا عنكم بعد. مهما فيكم الا العافيه، سافروا استانسوا. ترى انا للحين مو قادره استوعب اللي صار. هالمره تبوني اركب طياره ما ادري 8 ساعات 9 ساعات؟ لا ما ابي، لا 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 ماني راكبه طياره، لا اخاف. هذا رايك ولا راي عبد الله بعد؟ لما اشوفه راح اقول له. يبا عبد الله اخوي وما راح يسمع كلامك، عارفه. الو، هلا دكتور طارق. لا تحاتي كلنا بخير، مشكوره على سؤالك ما قصرت. مع السلامه، باي. والله هذا وين طالع؟ سكتيه معوده مكسوره وتبرد. السلام عليكم. عليكم السلام. شوقي شلونك اليوم؟ الحمد لله احسن. عيل امك وين يا اسرار؟ امي هناك قاعده بالصاله الثانيه. زين عمي شنو ما راح تسال عني انا؟ عفا عليك، احنا نستغنى عنك اصلا. شلونك عمي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اروح اشوف اختي. عبيد دريت ما شنو قررت؟ شنو قررت؟ الاخت تبي تكنسل سفره شهر العسل. لا ابوي ليش تكذبون على الريال؟ ترى انا قلت لهم ان انا وايد متشوقه على السفره واصلا بخاطري يعني اروح الديره من زمان. تصدقون انا صدق مفكره كنسل؟ نعم. 9 ساعات سفر. لا لا تغشمر. ما بي ولا بي سلامه، حلوه هذه سال عني عن بنتي. انت ليه الحين راكبه راسك؟ عبالك جاسم هو السبب؟ ايه للحين وتاكدت انه هو السبب. شلون يعني تاكدتي؟ شكوه شكو يسال عني عن بنتي. بنت الحلال، وهو في احد ما درى بالسالفه؟ ما في جريده ولا محطه فضائيه ما اتصلوا فيني، انت عبالك الموضوع حين يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا اخي جد انا اللي اكره اسرار بصراحه تعاطفت معاها. اي جد اللي صار لهم مو شويه. شو السالفه؟ ايش صاير بالدنيا؟ خف علينا يبا، ايش فيك؟ يا الحنون، مو ناقص الا تقول لي خلي يجيبه هذا والعن خيره بعد. اي طبعا. انت حسبك لو وصيده بهده؟ لا بل عن خيره. يبا اللي سواه مو في خطر عليهم بس، هذا في خطر على الكل. يلا كاني قدامك، شو بتسوي؟ حسين انت بس صدق ولا قاعد تغشمر؟ تغشمر معاك انا؟ عيل ذاك اليوم مكلمين الريال عشان ناخذ منه القنبله ورايحين ماخذينه عشان شنو؟ نسيت؟ انا بصراحه ما توقعت كلش ان انت يطلع منك هالسوالف يا اخي. لا والله، يعني انا بروح اخذ القنبله عشان اصور معاها، العب انا العب. زين اقول لك، اذا سحبوك انا ما لي شغل فيك. اي لا تطالعين كذي، لا اخوك ولا اعرفك. هالسوالف هاي ما فيها غشمره، هاي تودي ورا الشمس على طول. لا حبيبي انا بعيد عن الشبهه، هالسوالف هذه تعرف انت يتهمون منه. وازيدك من شعر بيت، اليوم نزل الخبر هم تبنوا العمليه. بصدقك العب يا هاله، العب معاك انا. زين اقول لك انت، ايش عرفك بهالسوالف؟ شلون سويت كذي؟ هذه سوالف يبي لها واحد محترف، انت ايش عرفك بهالسوالف؟ مع انك انت مو كفو، بس انا بقول لك عشان تساعدني بالمستقبل. اسمع، يا اخي والله حرام احنا مسمينك حسين، المفروض نسميك ابليس. لا جد ابليس انت. حبيبي انا كلش ولا مصلحتي، اللي يدوس لي على طرف هذا يزار. والله اشوى شريفه طلعت، ولا كان هي المسكينه بعد رايحه وياهم. هذه اللي باطه كبدي عاد. انا وقتها لما شفتها بغيت اذبحها. كان ودي اكلمها بس شو اقول لها؟ اذا قلت لها بتقول لي ايش دراك؟ بس ما علينا، اهم شيء اللي ببالي صار. الحين خلك منها انت. قول لي ايش ناوي عليه؟ لا حبيبي، لما تصير ريال وقد المسؤولية
ذيك الساعة أقول لك شنو اللي ببالي. لا حبيبي عني ما صرت قدها إن شاء الله. ترى أنا جد بديت أخاف منك أنت. والله الله يستر منك. الله يستر. سير ريال وركب. انزين انزين خلاص يا ربي. الحين بغير ملابسي وباي. يا ربي ايش كثر تحنين. يلا مع السلامة. شنو هذا؟ ايه بس ما بك توهقني. ايه الطريقة اعرفها، مو انت شرحتها لي. زين المهم ابي النتيجة شلون بتكون؟ تدري اذا طلعت 100% ابشر بعزك. فعليك بس. خلاص اتفقنا. ماشي باي باي. تعشي لا تنطريني. ها قلت والله خالها شغل خالها يمشي يحرك وايد حاجه. لا تبتسم شويه اسمي. هذه من اللي عارفه. على طاري خالها الصراحه لا تعليق. اسمعوا ديروا بالكم على نفسكم ولا تفكرون باي شيء هني. انتم مسافرين عشان تستانسون ان شاء الله. وانت اذا احتجتي اي شيء دقي علي تليفون وياك على الخط. وتقولين لنا اول ما نرجع تخلينا نداوم على طول. لا حبيبتي لا 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 اعطينا بريك. شنها حاسه اول ما تردون من المطار للشركه على طول؟ هذا تهديد اداري. هذه سوالفك اللي ما تزين منها والله. المهم صدق ديروا بالكم على نفسكم. ها ما وصلتكم. اوه ايش فيك؟ مو رحت الكوفي شوب اشتري قهوه نسيت شنطتي عندهم. يلا باي. ها وي وي. روحي روحي يلا بسرعه. روحي روحي لا ياخذونها ان شاء الله تلقينها. ايش فيك انت؟ ما ادري يعني احس السفره كلش مو وقتها الحين. ليش مو وقتها؟ شنو اللي ليش مو وقتها؟ ترى امس انت نسيت اللي صار بالعرس وبعدين يعني للحين خايفه. لا تحاتين يا بنت الناس الله الحافظ. بس عبد الله ترى انا خايفه على اسرار. ليش خايفه عليه؟ يعني احس ان اللي صار امس هي اللي مقصوده فيه مو احنا. ما لا تخليني اقعد احاتي. يبا الحافظ الله قاعد اقول لك فيك وبعدين احنا مسافرين شهر العسل خلنا نستانس خلنا نفرح. اي مره بالعمر ان شاء الله فعليك بس. يلا يلا خلنا نمشي.